السبايا الثلاثة صاروا بوسط المسرح وناطرين يسمعوا القرار. ثلاثتهم عندهم أمل الليلة يكملوا مغامرة ستار أكاديمي، لكن أنتم مشاهدينا اخترتوا وحدة منهم بس. شانتال وحنان صاروا معودين على هالوقفة. دينا لأول مرة بتوقف هون ولأول مرة عم بتعيش هاللحظات الحرجة. السبايا الثلاثة مصرين على النجاح، لكن بس وحدة منهم رح تنال أعلى نسبة من تصويت الجمهور وتنضم من جديد لباقي زملائها. بينهم وبين حالهم بيتمنوا يكونوا هن يلي فازوا بدعم المشاهدين، وبيتأملوا يرجعوا الليلة على الأكاديمية. شانتال ودينا وحنان مش حابين يفلوا الليلة على البيت، لكن تمنياتهم بتوقف عند قراركم انتو، قرار الجمهور. فمين منهم نال اعلى نسبة من التصويت؟ لمين قال الجمهور لازم تبقي بالاكاديمية وتكملي مشوارك؟ لمين اعطى الجمهور الثقة مرة جديدة؟ في رعب بالاجواء. الجمهور اعطى رايه وحسم النتيجه. مين برايكم حصل منهم على اعلى نسبه من التصويت؟ حنان من المغرب، او دينا من مصر، او شانتال من لبنان؟ صبايا جود لك لكم ثلاثتكم. رح تطلع النتيجه بين لحظه والثانيه على الشاشه. مين نال اعلى نسبه من تصويت الجمهور؟ منقول ألف مبروك لحنان من المغرب بنسبة 63%. بتأمن رجوعها على الأكاديمية تتكمل مشوارها والمنافسة. بيبقى معنا مشاهدينا شانتال ودينا. مين رح يخلصوا الطلاب من بين شانتال ودينا؟ رح نبدأ بالتصويت مع مابال. تفضلي مابال. نجمة لشانتال، رافائيل، دينا، شانتال. نجمتين لشانتال، علي، دينا بحبك بس شانتي. ثلاث نجوم لشانتال، إيهاب، أنا أعطي الفرصة لدينا. إذن ثلاث نجوم لشانتال ونجمة لدينا، مروان، بحبك كثير دينا شانتال. أربعة نجوم لشانتال، نجمة لدينا، نسيم، شانتال أعطيتك فرصة دينا. نجمتين لدينا، أربعة نجوم لشانتال، أنيس، ديزولي شانتال دينا. ثلاث نجوم لدينا، أربعة نجوم لشانتال، هايدي، شانتال أنا بحبك جدا بس حبيبة قلبي دينا. إذن أربع نجوم لدينا، أربع نجوم لشانتال، تعادلوا هون الصبايا وبيبقى القرار لمحمد. تفضل محمد سعد. دينا. خمس نجوم لدينا مشاهدينا، وهيك بتكمل مشوارها ومنودع شانتال من لبنان الليلة. بيبقى إنه قضيتوا معنا أوقات حلوة، خليكم دايماً مع ستار أكاديمي، وتابعوا دعم مشتركينكم المفضلين للوصول لللقب وجائزة $100,000 تقدمت تويوتا إيجيبت. أنا بلاقيكم بكرة بيوميات ستار أكاديمي، تصبحوا على ألف خير. باي باي.